الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم مشاهدينا واهلا بكم حلقة جديدة من برنامج مصر جميلة. الحقيقة النهاردة في هذه الحلقة عندنا ثلاث فقرات متنوعة، هنتكلم بالتأكيد على بيان الحكومة اللي بيوزع النهاردة او اللي بيناقشه مجلس النواب، نتكلم على عدم وجود لجان نوعية في هذا المجلس اللي هتطلع تدي رأيها وتعمل تقرير بشأن هذا البيان، هنتكلم كمان على الملف الأمني مناقشته داخل مجلس النواب ازاي، هل هيكون هناك توضيح لقانون مكافحة الإرهاب بهذا الشكل، هيكون هناك إجراءات جديدة يتخذها المجلس ويديها أو يوفرها للحكومة عشان تشتغل عليها، دي جزئية. الجزئية التانية والأهم، شفنا مع حضراتكم جميعا التعديل الوزاري اللي حصل وتسع حقائب وزارية تم تغييرهم في الفترة اللي فاتت، وفي الفترة الأخيرة حصل تغيير في الحكومة أكتر من مرة، لكن السؤال الأهم وده مش سؤالي أنا، ده سؤال حضراتكم، سؤال راجل الشارع، هي الحكومة اللي هتيجي دي واللي جاية واللي المفروض إن هي خلاص تم التغيير فيها، البرنامج بتاعها إيه؟ المفترض إن كل وزير من الوزراء الجدد يطلع ويقول البرنامج بتاعه، الخطة بتاعته اللي هو هيقدمها، إزاي هيستهدفها في خلال وقت محدد، هو ده اللي إحنا عايزين نسمعه، عايزين نشتغل بقى على خطة وجدول زمني، بكرة شايفينه ازاي، الخطة الموضوعة، ايه الملف اللي هنبدأ فيه او بيه في الاول، هو ده اللي احنا عايزين نسمعه من الحكومة، دي جزئية. الجزئية التانية والاهم، مجلس النواب اهم التشريعات اللي هتوضع قدامه، اهم القوانين اللي هيعتمدها، اهم ما يقال في الشارع المصري لصالح المواطن المصري، اهم من ده كله اقتصادنا والعمل مرة أخرى وعودة الاستثمار الأجنبي لمصر، زائد السياحة، زائد الدولار العملة الصعبة، كل الأمور دي هنتكلم فيها وبشكل مستفيض مع ضيفي في هذه الفقرة سيادة اللواء نور عبد الرازق عضو مجلس النواب. ملفات كتير جدا لكن أسئلة مهمة بتطرح في الشارع المصري. فقرة التانية زي ما تعودنا مع حضراتكم ان احنا بيكون معانا فقرة أبيض وأسود اللي بنستضيف فيها أحد أبناء فنانينا الكبار والعظام اللي بيكون أو اللي كانوا موجودين وأثروا حياتنا الفنية بشكل مباشر، حقيقة استمتعنا بفنهم، استمتعنا بالقيمة الأدبية اللي بيقدموها لنا، استمتعنا أيضا بالحالة الفنية اللي أثرت في الشرق الأوسط والوطن العربي كله، لأنه زي ما بنقول دايما أنه الفن كان أحد أسلحتنا والقوة الناعمة اللي أثرت في مجتمع العربي كله واللي حوالينا. هيكون معانا فقرة عن الشاعر الكبير الراحل حسين السيد، وهنتكلم عنه كتير جدا لأنه شاعر حسين السيد يعني يعتبر من شعراء الرومانسية، والحقيقة اللي أخذ اتجاه تاني خالص في مسألة الرومانسية والحب والمشاعر والعلاقات الإنسانية الجميلة جدا. هيكون ضيفنا في هذه الفقرة دكتورة حمدة حسين السيد، نجلة الفنان والشاعر حسين السيد. الفقرة الثالثة والأخيرة طبعا فقرة ذكرى الفنان الكبير أحمد زكي، وهذه العبقرية الفنية وهذا الممثل الأسطورة، وأنا معرفش يعني ربما بتأكيد حضراتكم تتفقوا معايا، مفيش دور للفنان الكبير أحمد زكي قام بيه وعمله إلا لما كان وساب بصمة في السينما المصرية، ساب بصمة احنا جوانا، فكرة انه هو يتقمص الشخصية بهذا الشكل ويحسسنا انه هذه الشخصية شخصية حقيقية بتدور الأحداث حواليها وبيأثر فينا بهذا الشكل، مجموعة من الأفلام الرائعة ضد الحكومة، فيلم يعني مجموعة من الأفلام الحقيقة، يعني مش عايز أنسى أفلام من العبقري أحمد زكي، لكن هنطرحها كلها وهنتناقش فيها مع الدكتور شريف الجيار أستاذ النقد الأدبي. دي الفقرات اللي هتكون معانا النهاردة من مجموعة فقراتنا النهاردة في مصر جميلة، نتمنى أن هي تحوز على إعجاب حضراتكم. هخرج لفاصل وبعد الفاصل إن شاء الله هنستقبل ضيفنا في الفقرة الأولى بإذن الله، خليكم معنا.